في خيام داخل تجمعات سكنية أو في مواقف السيارات أو في مباني مهجورة استقر بهم الحال الذي لا بديل عنه، وجاء الشتاء الذي لا مفر منه يحمل البرد والصقيع والعواصف الثلجية. اللاجئون السوريون في لبنان، رغم أن نحو 5 سنوات عجاف مضت من لجوئهم إلى لبنان، إلا أن الأوضاع لم تعد أسهل أو أيسر بالنسبة لمئات الآلاف منهم، حيث زاد الشتاء الطويل القاسي أحوالهم سوءا. الصعوبات والأعباء المادية التي يضطر اللاجئون لتحملها تزداد مع مرور السنين. إيجارات الخيم والمساكن التي تؤويهم أصبحت فوق طاقة الكثيرين منهم، ورغم أنهم يعيشون في غرف غير مكتملة البناء أو مخيمات عشوائية، إلا أن أجر المكان الواحد يتراوح بين 66 دولارا و 130 دولارا شهريا. هل يعاني السوريون في لبنان فقط؟ بالطبع لا، بل في داخل سوريا نفسها أيضا. فعلى امتداد الحدود السورية التركية من الشرق إلى الغرب تنتشر مخيمات النازحين الذين فروا من نيران الحرب على مدى السنوات الماضية. والله ما يجيني يا ولد اختي، واني خيمة ما عندي. أنا جلد من هي هنا حيجود كل هالخيام. والله ما عندي خيمة، أقعد عند هذا شوي مساوي بابورية هاتشو تحت على بابوريتي، أقعد هنا. النازحون في إدلب اجتمعت عليهم نيران الحرب وثلوج الشتاء، وبين هذا وذاك يتقلبون. ومما زاد من تفاقم الأزمة أن معدلات النزوح زادت بقوة بعد التدخل الروسي والقصف الذي طال كثيرا من المدنيين والأطفال والنساء بلا تمييز. ثم جاء الشتاء ليزيد طين المعاناة بلة، وبين نار القصف السوري والروسي وثلج العواصف الشتائية لا يحتاج الأمر لتخيل مدى المعاناة.